نحن هنا نفيد ونستفيد. والسحور هو الوقت الذي يسبق الفجر، هذا لك كلمة السحور بفتح السين. الآن اللحوم اللي تهمنا فيها الآخر ما هيش ضرورية نأكلها كل يوم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتسحر بالتمر. مش غير جات في رمضان ما غني نشري، نحن ما نقدرش نشري. نسيبوا الناس كلي مضطرين يعني أوبليجي يأكلوا اللحم كل يوم. لا، كانت كاينة عائلات هي اللي تحضر هذه المادة الشربات، تحضرها بالليمون وكما قلوا احنا بماء الزهر وبالسكر. نفضل الشربات نشريها في مكان يعني يكون نقاء. عوان الرقابة هرم ياخذوا عينات لأنه هذا راهو يبيع سلعة، وكل سلعة راهو يصنع فيها وكي يصنعها لازم تتراقب. إذا كان كل إنسان التزم بالخبز الكامل سواء كان قمحا أو شعيرا لاكولو باتي فونكسيونال ما عندهاش معنى. الإنسان باش نقولوا له أجنبية ما تاكلش في رمضان هذا من المستحيل. رمضان كريم إلى كل الأمة المسلمة. قريبا في رمضان على سي بي سي بنا.